المسألة كلها عمل تطوعي، صح كده؟ يعني أنا فاهم مظبوط صح؟ مظبوط، هو عمل كله تطوعي. عمل تطوعي لان احنا حابين نعمل ده. يعني احنا كل ليه بقى؟ يعني إيه اللي يخليني أتطوع أروح أشتغل، أو أنا هسافر وأسيب اللي ورايا واللي قدامي وشغلي أو دراستي أو الماجستير أو الدكتوراه أو أهلي أيا كان، وأقعد أشتغل تقريبا 15 يوم، يعني في يجي 10 ايام قبل ما يبدا او تبدا الفعاليات الرئيسيه، ثم 4 أو 5 ايام هي الفعاليات، وتطوع ليه؟ انا كمان عايزه ازود على حضرتك انه مش 15 يوم بس، احنا بنبقى بادين قبلها بكتير. يعني احنا ممكن معقول؟ المنتدى ده يخلص ونكون بنحضر للمنتدى الجاي طبيعي جدا. ليه حابين ده؟ لانه الاكسبيرينس مختلفه، لاننا لما بنشوف الاوتكم في الاخر وبنشوف ازاي ان الدنيا المنتدى سمع، وان هو حتى سمع على اوجه كتير قوي، يعني سواء سياحه سواء ان في شباب مختلفه حابين ان هم يجوا السنه الجايه عشان انبسطوا بالتنظيم بتاعنا، وبقت اكسبيرينس حلوه ليهم وبيشجعوا اصحابهم ان هم يجوا السنين اللي جايه. فلما بنشوف الاوتكم ده كله بننسى اي حاجه وبنبقى حابين ان احنا نعمل اكتر.